بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير. التحية تتجدد دائما في كل لقاءاتي هذا الصباح، 15 شوطا هنا في هذه المسيرة في 6 كيلومترات مشاهدينا الكرام، وهي الخاصة في سن الإذاع. هذا اللقاء، هذا الانطلاق الذي تحدد مساري هذا الشوط. إذن مسار هذا الشوط الذي من خلاله سنتابع أكيد بلا شك مع هذه الشعارات الرائعة والشعارات الجميلة المختلفة في ظهور هذه الإذاعة من خلال تحديات هذا الشوط. شوطنا الذي يسير أمام حضراتكم هو الشوط الثامن الخاص بالأبكار المهجرات الأصايل. مقدمة الشوط والمركز الأول، ومع بداية الكيلو الأول هنا من خلال هذا الموقع من الصدارة، وهنا شواهين اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. التضمير لدى سالم، سالم بن علي بن بخية الاجتبي هو من يدير عمليات تضمير شواهين في الصدارة، نقلة إلى ثاني المراكز. هنا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يأتينا في ثاني المراكز، ولكن مع عمدة المضمرين أو فهد بن حصين النعيمي اللي يتواجد، أو عبيد بن شيران المري، هذه هوايل انتزعت المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث وثالث المراكز. المايدية الهجن العاصفة تتواجد في المركز الثالث في تضميرها الواثق حمد بن راشد بن غدير مع هذه اللحظة. والمركز الرابع، شوف المركز الرابع مقصصة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على رابع المراكز، والتضمير لعبد الله بن عبيد بالدبيله خذ المركز الرابع. المركز الخامس، هنا وجود هبه لهجن العاصفه في المركز الخامس، التضمير للواثق حمد بن راشد بن غدير مشاهدينا الكرام. بينما المركز السادس في هذه النقله التاليه لشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد ال نهيان يحتل المركز السادس في وجود سنه، والتضمير للعبد بن علي عباد بن علي الزرعي هو من يدير عمليات تضميرها في المركز السابع. المركز الثامن تدخل من مهذب التابعة لإمبراطورية العاصفة ومع الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز التاسع في هذا الانطلاق، هنا وجود شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني في هذا الموقع على تاسع المراكز، وهي عبلة، والتضمير لسالم بن فاران المري. بينما المركز العاشر في راهية لسمو شيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم مع الفارس محمد بن الشيبة السبوسي. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام في هذا التحدي وهذا التهديد هنا في هذه الانطلاقات. أكيد بلا شك المراكز في تغيير مستمر، وهناك شوق كبير من الأخوة المتابعين والمشاهدين خلف شاشات دبي ريسينج ليتابعون هذا الحدث. بالفعل أكيد هذا حدث مهم على أرضية ميدان المرموم. دائما التحفة هنا، الكل في انتظار هذا النقل، والكل في انتظار سباقات المرموم الختامية. نعود إلى الصدارة، نعود إلى إمبراطورية العاصفة اللي تتواجد في المقدمة مع ثنائية في الصدارة مع المقدمة هنا هيبة والمايدية، هيبة والمايدية، ولكن أيضا هناك انضمام من مهذب. يا السلام، ثلاثية على المراكز الأولى أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء. إمبراطورية العاصفة تتقدم في كل أحوالها هنا مع الوجود جود والواثق حمد بن راشد بن غدير في التضمير هنا يتواجد مشاهدينا الكرام. ننتقل ونتواصل الى المركز الرابع، تواصلنا مع عبله اللي غيرت المواقع والمراكز، عبله لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه ال ثاني، والتظاهره من سالم بن فاران المري هو المضمر والمتابع والمراقب لعبله في المركز الرابع.
المركز الخامس هنا الدور مشاهدينا الكرام يأتي في هذه اللحظات على المركز الخامس أو المركز الخامس وجود سنة لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان وعباد بن علي الزرعي هو من يدير عمليات تضميرها. المركز السادس تقدم واشتياق لوجود راهية لاسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوب على المركز السادس مع محمد بن الشيبة السبوسي اللي خطف له شوط مميز في هذا الصباح. نقله الى المركز السابع هنا ويا سلام هناك اسم جديد يتدخل وهذه الهدة لاسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان مع السعيد بن مبارك الوهيب اللي غيرت واحتلت المركز السابع. اما المركز الثامن هناك مع العمدة هوايل اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبيد بن شينان المري في ثامن المراكز. نتابع المركز التاسع والشعار الذي دخل نجود هذه لسمو الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني وسعيد بن راشد الزرعي الزعبي يضمرها في المركز التاسع. والمركز العاشر تدخل من مزون لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وهناك التضمير مشاهدينا الأعزاء لفهد بن سيف الخيارين. هذه العشرة مراكز هذه العشرة المواقع ولكن ال 1800 متر هي تحديد المصير هي تحديد تخطيط وتكتيك هذا الشوط. يا سلام بدأت الانطلاقات بدأت الأمور تتغير بدأت تخلط أوراق الشوط تختلق مشاهدين الأعزاء تختلط أوراق الشوط في هذه اللحظات. الكل يبي يكسب الكل عينه على كسب الناموس ولكن هناك إمبراطورية العاصفة من تقدم الحديث من تتكلم عن هذا الشوط تتكلم بثلاثية في صدارة الشوط. هاترك هذا الشوط يا سلام هاترك المقدمة مع العاصفة وجندها اللي على أرضية الميدان هنا في المقدمة بقيادة المايدية هناك كذلك وتواجد مشاهدين الأعزاء هيبة وتواجد مهذب في ثلاثية على صدارة الشوط للعاصفة وهجنها مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن أشوف هناك التسلل من الجانب الآخر يا سلال الله 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 وصلت عبلة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ولكن التضمير يا سالم يا بن فران يا المري. وشوف تدخل راية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوب وصلنا الكيلو الأخير الكيلو الأخير كيلو التحدي الكيلو اللي فيه بنطير معاها مع راهية احتلت المركز الثاني احتلت مقدمة الشوط غيرت المراكز والمواقع وكل الأسماء اسمه الشيخ ماجد بن محمد ورد المكتوم محمد بن شيب السبوزي هلوك يا سلام الخيارين قادم مع مزون لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة أرثوني وفهد بن سيف الخيارين ولكن عبلة من الجانب الآخر بينما مهذب مسيطرة مهذب وعبلة ومهذب يا مهذب ال 600 متر الأخيرة يا سلام يا لها من حركات يا لها من تغيير عبله ومزون ومهذب مهذب في الصدارة عبله تحاول ومهذب الله ودر شاكم على مهذب هناك في صدارة الشوط يا مهذب الله يحلاك يا مهذب لكن عبله تحاول في اللحظات الأخيرة المحاولات الجادة والمستميتة في اللحظة الأخيرة مع بمهاران ولكن الواثق متوثق بمهذب وصدارة مهذب على الانطلاقة. تهانينا مشاهدين الأعزاء مرة أخرى نزفها لهجن العاصفة ومالكها على هذا الفوز وعلى هذا التحديد هنا في هذا الميدان. وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير واسعد الله صباحكم يا هالي مرغم على هذا الفوز. المركز الثاني هنا عبلة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يأتي في المركز الثاني. المركز الثالث مزون لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع هيبة لهجن العاصفة. المركز الخامس راهي لسمو الشيخ ماجد بن محمد ولاد المكتوم. المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد ولاد المكتوم. المركز السابع المايدية لهجن العاصفة. المركز الثامن لسمو الشيخ سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد ورادة المكتوم. المركز التاسع اسمه الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني. والمركز العاشر هنا تصل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان على المركز العاشر. هكذا حبلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء النتيجة بالفعل كانت واضحة أمام خط النهاية واللحظات الأخيرة تكسب وتعود بالناموس إلى هجر العاصفة بوجود مهذب على المركز الأول 9:13 ثمان أجزاء من الثانية وتوقيت هزمة ثاني الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثاني اللي وصلت لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني هي عبلة وضع المسافة 9:14 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لمضمرها سالم بن فاران المري. بينما اللي وصلت في المركز الثالث مزون ايضا لسعادة الشيخ القعقاع
بن حمد بن خليفة أرثاني مع فهد بن سيف الخيارين. 9 دقائق 17 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية. كان هذا هو التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لشوطنا الماضي الشوط الثامن، ولكن هناك انطلاقة أخرى وتحدي آخر في تواصل مسيرة هذا الشوط، والزميل سعيد راشد العويسي هو من سيتابع الكلمة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم.